تمام. طبعا من الحاجات اللي يمكن كل واحد فينا خلاص دي بقت ملحوظة، بقى قلبه ايده على قلبه يعني في كل ماتش، الشغب اللي بيحصل في كل الماتشات الفترة اللي فاتت، موضة الشغب، الأداء اللي بيحصل جوه الملعب من الجماهير، تعليقك ايه عن اللي بيحصل ده؟ يمكن النقطة دي مهمة جدا. خروج الجماهير عن النص ده مؤشر صعب جدا في الفترة اللي فاتت. أنا شايف إن في إطار بعيد بين الجماهير وبين الشرطة، رغم كل الظروف اللي اتكلمنا فيها وظروف البلد بتمر بيها، الناس مش بتنسى مواقف بينها وبين بعض رجال الشرطة اللي كانوا بيخرجوا عن النص في تفتيش هؤلاء المشجعين. المشجعين بقى بياخدوا طارهم بأكتر، يعني بياخدوا طارهم بأكتر، وبقى في حالة من الانفلات الجماهيري، أي حد ما يعجبوش حاجة ينزل الملعب ويفضل يعمل مشاكل. لكن المشكلة عندنا أكتر في الإعلام الرياضي، لأن هناك انفلات في الإعلام الرياضي، والانفلات في الإعلام الرياضي أكتر من ليه؟ الانفلات الأمني. هقول لك ليه؟ ليه. أول ما شفنا الجمهور بينزل الملعب في مباراة الزمالك، كان أول ماتش خالص لا كان يعني الاتحاد. لا، كان الاتحاد ده الجمهور نزل في الملعب في تدريب، ولكن السنة الموسم الماضي الزمالك والأفريقي التونسي ونزل عدد من الجماهير في وسط الملعب، كان في مشجع لابس جلابية بيجري. ايوه تخيلي أن الإعلام الرياضي يحتفي بهذا المشجع ويستضيفه في منابر الإعلام، صحيح، فبالتالي كل واحد عايز يجي يعني ينزل الملعب علشان برضو الكاميرات تجيبه وعلشان البرامج تستضيفه. احنا بنتعامل مع الموضوع بشكل خاطئ، بدل ما يبقى في عقاب على هذا المشجع مثلا ما يحضرش الماتشات، يبقى ليه اي عقاب بس برضو عقاب رياضي. دي مشكلة كبيرة جدا، اجيب بقى انا ده واحتفي بيه. نفس القصة بتحصل بشكل مشابه لما حصل صعود للسفارة الإسرائيلية وإسقاط العلم، مظبوط، جبنا الفرد وكرمناه مع إن ده كرمنا. شيء غلط، فبالتالي إحنا بنتعامل في الإعلام بشكل خاطئ لا، وبنشجع هي الخروج عن الفكره النص. ان الموضوع بيتطور وبيتصاعد لدرجه ان الموضوع بقى بروفيشنال اكتر، يعني الناس بقوا بينزلوا ملعب ملثمين عشان ما حدش يعرف وشوشهم. ايه هنوصل لفين بعد كده؟ من رايك ايه الحل اللي المفروض يحصل هي في حلول كتير جدا، ومن جهه مين؟ هو في حلول كتير جدا. أولا لازم يكون في انضباط أمني. انضباط أمني يعني لازم ما فيش حد فوق القانون، يبقى مثلا في، يعني طبعا انا عايز اقول ان ما زالت هيبه الشرطه في الملاعب المصريه ضعيفه عشان نبقى اوضح، بر لازم نتكلم بصراحه عشان نعرف نعالج. فبالتالي قدامنا حلين، لازم تكون مداخل الاستادات والتامين مطعمه ببعض رجال الجيش او ببعض المجموعات الشعبيه من الجماهير نفسها، ان تفتش الجمهور وتعامله بشكل موجود. وجود في الاستاد برضو لازم يكون عدد من جنود الجيش موجودين مع رجال الشرطه، لانهم من الاخر كده هم الرادع قدام الجماهير، لما بيشوفوهم بيهدوا شويه ما بيخرجوش عن النص. اللي انا نفسي نوصل له ان احنا من نفسنا ما نبداش نوصل للمرحله دي، يعني المشجع من نفسه اللي رايح ده رايح يشجع كوره. انا عمري ما شفت جمهور رايح يشجع ماسك شوم وماسك عصيان أبدا وماسك الات حاده. أبدا طب انت ده انت مش رايح تشجع أبدا كوره، لان اللي بيقال في الفتره المقبله ان الملاعب المصريه اللي بتساع عدد كبير من الجماهير ربما تستخدم هذه المقاعد في انتخابات مجلس الشعب، فتدخل فيها النظره السياسيه، ودي هتبقى مشكله كبيره. ودي مش عندنا بس، لان الجماهير الاوروبيه لما بداوا يعملوا حاجه اسمها الالتراس، الالتراس ده كان في البدايه مجموعات سياسيه في اوروبا، لما ابتدى يتمنع تجمعاته ابتدى يدور على المكان اللي فيه اللي اكتر هي على من تجمع، خلاله فابتدى يروح الملاعب. فلو حصلت عندنا التجربة دي هتبقى مشكلة في ملاعبنا. عايزين نفصل شوية بين طب الجانب السياسي والجانب الرياضي. مع ان الماتشات اللي جايه لازم ما يكونش فيها جماهير، مع انه ده طبعا ما بيبقاش كويس وبيأثر على اللعيبه والحاجات دي كلها، ولكن احنا شايفين ان الفتره الاخيره ده اثر بشكل كبير جدا على المصريين، بقت فضيحه انه الناس تنزل الملعب وتكسر وناس تموت. رايك ايه؟ انا لسه كنت بتكلم مع احد الزملاء قبل ما ادخل، كنا يعني لو بنتكلم اخدوا رايك بالموافقه او لا بالمعارضه في الموضوع أنا انك تمنع الجمهور دي مشكله، ولكن ممكن تعمل عقوبات للجميع. على فكره برضو مشكلتنا لما بيتقبض على بعض المشجعين في الاستادات باخده احطه مع مجرمين، مع واحد سارق، مع المفروض ان جاي بيشجع رياضه، ده طالما ما خرجش عن النص بالشكل البعيد بيبقى ليه عقوبات معينه. ان انا يعني مثلا بره بيجيب له حاجه اسمها في الفير بلاي او اسس الفيفا للروح الرياضيه، بيبدأ يذاكرها ويذاكرها لحد تاني جاي مشاغب عن النص، وبعد كده يمتحنوه فيها قبل ما يدخلوه الملعب، او يتكتب وونتد ويتحط، يعني يتكتب ان هو مطلوب ويتحط على باب الاستاد وممنوع يدخل، او يتعمل له في الجرايد الرياضيه صوره بصوره يعني مثلا ده مشاغب، ده بيتعمل بره، ده بيرضحهم. هل احنا ممكن عندنا يبقى الفكر ده؟ انا بقول انه ممكن، لكن ما حدش بيطبق الفكر ده. وانا بقول لحضرتك كنت بتكلم مع احد الزملاء وانا داخل بنتكلم في موضوع الشماريخ ده، ليه اكتر من طريقه. احنا قلنا يبقى في تفتيش امني، وهو الراجل قال لي فكره ممتازه جدا، ان الكاميرا نفسها اللي بتصور الملعب
تحرم الجمهور من ان اجيب دخلته اللي بيعمل دخله كويسه، لا مش هصورك ولا اجيب لك دخلتك ولا اجيب لك الشماريخ اللي انت بتعملها. عقوبات بالظبط كده علشان يبقى في امر رادع للجمهور، لان الجمهور ابتدى يخرج على نفسه بقى في حاله من العند، لان برضو اتحاد الكره في الاول اتعامل مع الجمهور بشكل قاسي جدا في القرارات. فالنهارده في حاله الانفلات اللي احنا فيها الجمهور بيقول انا موجود وانا هعمل اللي انا عايزه، دي المشكله. يعني انا بشكرك بجد على وجودك معانا النهارده، وكل سنه وانت طيب. العيد خلاص طيب. داخل قاعد في مصر ولا بره ان شاء الله؟ لا في مصر ان شاء طيب. الله. كل سنه حضرتك طيب ونورتنا بجد. مشاهدينا بكده يكون خلص يومنا النهارده بفقره الرياضه والنقد الرياضي مع الاستاذ ايهاب الخطيب. هنشوفكم ان شاء الله بكره وكاست عمل جديد، ونهارك سعيد.